اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من شبكه وصناره من الغردقه. هعمل لحضراتكم النهارده ميكس سي فود بالريحان، وهعمل معايا سلطه خضراء بالسماق. نشوف الطريقه والمكونات، يلا بينا. اول طبق هيبقى ميكس سي فود بالريحان. قول على المكونات: ميكس سي فود ريحان، زعتر، ثوم، شبت، طماطم، فلفل حار، زيتون اخضر مخلل، صلصه طماطم. طاسه على النار، حط فيها زيت. هحط زيت زيتون بقى لان دلوقتي طبخه سريعه قوي، يعني بتاخد تقريبا من البدايه للنهايه بالتحضير كله 10 دقائق. معلقتين زيت زيتون. فين النار تبقى حاميه كويس؟ هبتدي الاول بالنار تبقى سخنه، وبعد كده لو حبيت ان انا هدي النار براحتي. طيب هقطع الاول الفلفل والثوم. طبعا الحار ده اختياري، بس ايه، كل الناس اللي بتاكل سي فود بيحبوا الحار جدا جدا جدا. اقطعه بس ايه، يبقى واضح شويه، علشان لو في حد مش بيحبه قوي او مش بيحب الحار قوي يبقى بيتجنبه او يقدر يطلعه من الطبق. والميكس سي فود ده بيتباع في كل حته، في كل السوبر ماركتس الكبار، وكمان عند السماك. خليهم سلايسز كده، وبعدين حط الفلفل والثوم مع بعض. يبتدي الثوم يتحرك، او يبتدي يعني ريحته تطلع ويدبل سنه. وبعدين هقطع الطماطم واجهزها. هخلي الطماطم تستنى شويه علشان مش عايزها تتهري، عايزه تبقى شكلها باين في الطبق. يعني خلي حبايه الطماطم دي كده، شويه صغيرين من الملح عشان لو في ميه ولا حاجه تطلع من الثوم كده، جميل قوي. وبعدين على طول السي فود او الميكس سي فود. ميكس سي فود ده موجود في ايه برضه عشان حضرتك تبقوا عارفين؟ في صوابع كابوريا مصنعه، في شويه من سمك الفيليه، وفي جندوفلي، وجمبري صغير. وعلى طول هحط معلقه الصلصه علشان تلحق تتسبك. معلقه واحده صلصه، الشبت هخليه للاخر عشان الشبت انا شخصيا ما بحبش احط الشبت بدري، لان طعمه بيغير وبيبقى ممرر وما بيبقاش كويس قوي. يعني هحتاج طبعا شويه ميه علشان اخلي الصلصه تتحرك او تبتدي تبقى صلصه، تفك شويه. هاخد 3-4 زيتونات كده، والاول نحط بس الزعتر. بإيدي كده بمسك الناحيه وبشد بضوافري من الناحيه الثانيه، بينزل كميه الزعتر على حسب الكميه اللي حضراتكم عاوزينها، يعني نقول مثلا معلقه صغيره. وهقطع الزيتون سلايسز، يعني ممكن كمان ما ياخدش 10 دقائق. الفكره بس ان احنا نطمن ان اكتر حاجه موجوده في الطبق ده هي هتبقى بتاخد وقت، هتبقى السمك. فمجرد ما السمك استوى يبقى خلاص. ربع كوبايه ميه، وابتدي بقى ايه، اخد كل حاجه لزقت جوه الطاسه واحده واحده كده، واللي في الجناب، واقلب برده بقيه الصلصه عشان ايه الصوص يبتدي لونه يحمر كده. السمك استوى اهو خلاص، لسه يعني قدامه دقيقتين ثلاثة. انا خلاص حطيت ملح، بس هحط ملح تاني كمان شويه، هدوه الاول وبعدين احط الملح. والجندوفلي فتح، اللي ما تفتحش تبقى فيها مشكله، نشيلها نرميها على طول. انا عاده لما بعمل جندوفلي او بلح بحر، قبل ما ادخلها او قبل ما اشتغل بيها في طبق او طبخه يعني، بسلقها سلقه سريعه واصفيها علشان اللي ما تفتحش خلاص عرفت ان انا مش هستعملها. ولو كان في رمله او اي حاجه، لان طبعا هو كل الصدف بيبقى بيلم رمله وياكل من اللي جوه الرمله ده، فبحاول اعمل ايه، اطلع الرمله منها عشان ما بقاش واحنا بناكل يطلع في البق حته رمله او حاجه. الطماطم، قبل ما احط ملح طبعا انا احط فلفل، اسف، احط زيتون مخلل. فالزيتون المخلل ده حادق، فلازم الاول اطمن ان الملح مظبوط، يعني احط الزيتون وبعدين ادوق، ما ادوقش الاول وبعدين الاقيها، لو لقيتها مظبوطه تبقى ملحها زياده لو حطيت زيتون، فهتبقى باظت شويه كتار يعني.
والريحان مش هقطع فيه حاجه خالص، بس هعمل فيه حاجه تانية كده يعني، هدوس عليه بايديا عشان ايه؟ اكسر الورق، اكسر الورق عشان يطلع النكهه اللي فيه. والزيتون الاخضر ما اعتقدش ان انا كملت 10 دقايق، يمكن دلوقتي 7 8 دقايق او حاجه زي كده. كله استوى. لو لقيتوا ان الصوص قليل زودوا شويه ميه كمان يعني، بس ايه اقل من ربع كوبايه كده. فاضل الشبت، نخلي واحده كده نزوق بيها. حتى بالمقص بيطير، معلش. حلو قوي الشبت بالذات في السلطة يعني، الشبت والكزبرة على السلطة، طبعا السلطة البلدي، بيبقى تحفة. قلب كده بالراحة، فأكيد طبعا هيتقدم معاه حاجة، فاحنا هنقدمه النهاردة معاه رز أبيض. هشيل بس ده، نظف ده. خلي بال حضراتكم كده يعني، لما نيجي نقدم طبق، أو مش نقدم طبعا، في البيت بنغرف، هنقول الأطباق لما نيجي نغرف الطبق نتاكد ان مفيش حاجه تحت الطبق هنا، عشان ما احطش الطبق كده واحطه على السفره، يبقى انا كده هنضف الطبق من تحت وهنضف السفره، فايه نخلي الامور تبقى ماشيه بسهوله علشان ما يبقاش في شغل اكتر. انا عارف طبعا ان كل الناس في البيت موضوع غسيل الاطباق ده بيبقى الخناقه الاساسيه. وبالمعلقه بقى ايه، احط السي فود حوالين الرز. كده اهو، والحقيقه الهواء النهارده شديد شويه، حتى بيطير الاكل وهو نازل من المعلقه. طبعا لو مش عايزين رز وفي دايت او حاجه، ممكن نبقى خلاص تحط الطبق ده نفسه، نقدر نقدمه في بوله تانيه. كده كفايه، هنا شويه كمان. واخر حته شبت. يبقى اول طبق كان ميكس سي فود بالريحان صوص احمر. هطلع فاصل وارجع اعمل سلطه خضراء بالسماق. خليكم معايا بعد فاصل. رجعت لحضراتكم بعد الفاصل. عملت الاول ميكس سي فود بالريحان والصلصه الحمراء، هعمل دلوقتي سلطه او سلطه بلدي بالسماق. نقول على المكونات: فلفل الوان، ليمون، سماق، خيار، جزر، طماطم، وبصل. طيب هعمل الدريسنج الاول واخليه موجود جنبي وتمام، وبعد كده هقطع الخضار وابتدي ايه اميكس كل حاجه مع بعضها. المفروض ان هي سلطه العامل الرئيسي بتاعها هيبقى السماق، فهاخد معلقتين او معلقه كبيره سماق، وهاخد حوالي 3 معالق او 4 معالق زيت زيتون، واحط معاها اقل من ربع كوبايه ميه، معلقه فلفل ومعلقه ملح. كده الدريسنج فاضل عليه الليمونه الصغيره، ويبقى الدريسنج جاهز. فين الليمونة؟ اهي الليمونة الكبيرة، هقطعها مع بقية الخضار. طبعا لازم ايه يتقلب كويس وبعدين يتساب، يعني هقلبه تاني كده كده بعد ما قبل ما يتحط على السلطة. شوية المية دي بصوا حضراتكم عملتها بقى عامل زي ما يكون يعني مربى، خليه يبقى سميك. هجيب بولة بقى عشان اللي اقطعه احطه على طول في البولة. فلفل الوان حلقات،
وانا بقطع كده عيني بتيجي على حاجه شكلها مش شكلها غامقه زي دي كده، ما بست خلاص بستغنى عنها على طول. ودي كمان فلفل اخضر طبعا. السلطه وتقطيع السلطه ده بيبقى راجع لحضراتكم على حسب الشكل اللي بتحبوه. والابيض ده بيتشال برضو، فلفل اصفر، السماق بقى يعني اكتر سلطه بحبها انا شخصيا للسماق، بصل وسماق وخل بس، او بصل وسماق وليمون. اقطع البصل حلقات كده وبتحط عليها شويه، او يعني اعمل دريسنج عباره عن خل وخل او ليمون وشويه زيت وتحط على البصل. فاضل عندي الجزر، شيل الحرف ده واقطعه برضو حلقات كده. مهم قوي يا جماعه موضوع السلطه ده في الاكل، لازم يبقى فيه كل يوم سلطه، لازم يبقى فيه، يفضل طبعا يبقى فيها الياف، الياف يعني جرجير، خس، كرنب ني حتى زي ما هو، المهم يبقى فيه الياف، بتريح البطن جدا جدا جدا. لو حد عنده مشاكل معده، قولون، كل ده بيبقى بيريح جدا وبيخلي الواحد يعني زي ما بيقول كده بينظف البطن. طماطم كله يتقطع حلقات. واحده كمان انا هرص كده بس، بحطهم بايديا كده على في الطبق. بعد كده وقت الاكل بقى يبقى فيه تقليب عشان كل حاجه تمتزج مع بعضها. الليمونه هقطعها هقشرها الاول طبعا، وبعدين هقطعها برضو سلايسز علشان يبقى مفيد. طبعا لو نقدر ناكل القش يبقى احلى واحلى، بس هو بيبقى طعمه مر بصراحه شويه، يعني اللي بيحب الناس اللي بتحب الليمون بس هي اللي تقدر تاكله. وطبعا بيتاكل في الليمون المخلل، هو اللي بيبقى الاساسي بتاعه القش. حته تانيه هيشيلها، ودي كمان ادي كده الليمونه. طبعا السكينه لما تبقى حاميه بتسهل قوي ان احنا نعرف نقطع كده، السكينه لو مش حاميه بتبقى اخطر من السكينه الحاميه، الواحد بيقعد رايح جاي رايح جاي، فبيبقى ممكن احتمالات ان الواحد يعور او يجرح ايده بتبقى اكتر. والخيار زي ما الانجليز بيقولوا توب اند تيل، نشيل الناحيه دي والناحيه دي، يعني اللي فوق والديل، وناخد معلقه صغيره. اللي انا بعمله ده علشان بطلع البذر، لو ما عندناش مشكله في طعمه او في ان هو بيبقى فيه مشكله في البط ممكن عادي خالص نخليها زي ما هي. على فكره دي كمان كده يعني الخياره دي لو عايزين تاكلوا الاطفال خيار، ممكن تحطوا فيها جبنه مبشوره، تحطوا فيها جبنه بالطماطم كده وتقدموها لهم في الاطباق، هيبقوا لذاذ قوي وهيقدروا ياكلوا الخضار من غير ما يبقوا متضايقين منه. وعلى طول بقى ايه اقطعهم كده وعلى الطبق. انا بس عاجبني شكل الليمون عايز اخليه واضح كده، يبقى فاضل لي البصل كبيرة، البصلة دي هاخد بس يعني نقدر نقول 2 سلايسز مثلا، وبعدين هفرطهم عن بعض فهيبقوا 1 2. ادي كده البصل، هطلع الليمون برضو. نستعملها، نقلب بقى دريسنج تاني. وبالمعلقة، مش لازم معلقة حتى ممكن كده عشان الهواء، لفة كاملة كده علشان السماق يوصل لكل حتة. كده خلصت السلطة. يبقى النهاردة عملت أول طبق كان ميكس سي فود بريحان صوص أحمر، وعملت معاه سلطة خضار بالسماق والليمون. ألف هنا وشوفك حلقة جديدة.